أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم مثل ما بتعرفوا حلقتنا مع نبينا سامي الذيب وأخطاء القرآن، وطبعا أظن اليوم تكملة لنواقص القرآن. بالبداية خلونا نرحب بنبينا. أهلا وسهلا فيك نبينا الغالي. أهلا بك وجميع المشاهدين، أشرب على صحتكم جميعا. على صحتك نبينا، وانا عندي القهوه اليوم ما عندي كولا. على فكره نبينا، امبارح استضفت شخص انسان كثير رائع، جون، فلسطيني من غزه، فهو كمان اخذ نفس العاده اللي انت بتاخذها، بكل الخمر الحقيقه. معليش، أو صارت عدوى، صارت بالضبط. عدوى. لا لا لا، هيك هيك زين، هيك صار زين، هيك صار تمام. زين. في الحال أصدقائي، أنا بصراحة أنا أتمنى من أصدقائي اللي متواجدين على اليوتيوب إنه يساعدونا في نشر رابط الحلقة، أنا لأن نشرته، أنا نشرته في 10 مواقع. تمام. أشكرك نبينا، وعلى كل حال أنا كمان أطلب من أصدقائي المتواجدين كمان إذا بقدروا يساعدونا بنشر الرابط، وأنا كمان راح أنشره خلال البث كمان، وحتى يعني يكون معنا أصدقاء أكثر عدد ممكن من الأصدقاء. نبينا طبعا الميكروفون معك، تفضل نبينا وامتعنا بهذه المحاضرة الرائعة، تفضل. جميل جميل، بكتب رسالة سلام للمشاهدين. أيوة، أهلا بكم جميعا. هذا ما كتبته. أولا حبيت أحكي كلمة عن اللي حدث في بلدك سوريا قبل يومين ثلاث، وهذا ليس تأييد للأسد، لا أقول تأييد للأسد، ولكن علشان أنا من اللي أيدوا ترامب وعملت له دعاية في حلقة في برنامجك وبرنامج سالم، فحبيت برضو أعطي رأيي ولو أنه لا يقدم ولا يؤخر، ولكن تبرئ الذمة. هناك مبدأ في القانون يقول أنه كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. أنا لا أتكلم أنه، لا أقول أنه بشار الأسد ملاك، لا، بعيد بعيد عن ذلك، ومعروف ولا يحتاج لا تزكية ولا غيره. لكن هناك حدث إنه ناس استعملوا أسلحة كيماوية ومات فيها أبرياء. أوكي، إحنا شفناهم حقيقة مو حقيقة، ما بقى أنا لم أكن موجود، واتهموا حالا الأسد إنه هو اللي استعمل الأسلحة الكيماوية. لا أقول إنه مستحيل يستعملها، لا، بس بعض إنه مصلحته يستعملها في الوقت الحالي، أكل شو مصلحته. فطلبوا إنه يعني يكونوا لجنة تحقيق، وهو أمر طبيعي، يعني في أمام أي محكمة إذا بتهموك بشيء لازم تثبت. لم يقبلوا بأي لجنة تحقيق ولا شيء، وصاحبنا ترامب راح ضرب سوريا بالليل من دون أي إثبات. هذا في نظر أي حكم، أي محكمة، أي نظام في العالم يعتبر جريمة بحد ذاته، لأنه إذا هو يرفض تحكيم لجنة تحقيق، فهذا يعني أنه عنده شيء خبيه، هذا واضح انه عنده شيء خبي. فانا ارفع يدي عن صاحبنا ترامب واقول انه ده يتاخده، ولن ازعل اذا بكره شالوه من الحكم، واظن هو نهايته حتكون اسرع من نهايه الاسد. هذا املي، حتكون نهايته قبل نهايه الاسد. انا لا اقول انه الاسد عنده اخطاء طلعت الحال، لكن هناك مبدا في الحياه، لانه امريكا قاعده بتبني كل سياستها على كذب، تعرف، كذب الاسلحه النوويه وما اعرف شيء اللي عملوه في اللعبه في الامم المتحده، وممثل بوليفيا بعض ان هو اللي طلب اجتماع مجلس الامن، قال لهم انتم كذبتوا علينا كثير، يعني مستمرين يكذبوا. فمش ممكن واحد يأيد ترامب في حاله
في حال كذب مثل هذا الشكل. أنا إذا عملت لجنة تحقيق وأثبتت إنه الأسد هو مخطئ، إن شاء الله بتعلقوا من خصواته وما بزعل، ما بزعل. أما إنك أنت تأخذ إجراء من دون أي تحقيق، فهذا يعني إن هناك شيء مخفي. وناقشت كثير على الفيسبوك مع ناس ضد الأسد، ولما أقول لهم هل هناك لجنة تحقيق، قل لي يا أخي ما محتاجة لجنة تحقيق، هذا الأسد عملها قبل، عملها قبل ولا بعد، الشخص بريء، حتى الشيطان بذاته ما بتقدر تأخذ إجراء ضده إلا أثبتت كلامك. حوار من ساعة على الفيسبوك أخذ وعطاء، كلهم أخي السؤال بسيط، هل هناك أي إثبات إنه الأسد استعمل الأسلحة الكيماوية أم لا؟ ما يهمني هو بريء أو غير بريء، ما بهمني، أنا بهم أعرف الحقيقة، لأنه أمريكا عودتنا على الكذب، عودتنا على الكذب. أقول لك لا لا، أنت مش شايف إنه هذا مجرم كبير؟ يا أخي هناك واقع في إدلب، تم استشهاد أو موت أو اللي تريده، وفاة أبرياء بالمواد السامة، إن صح الكلام، أنا لم أكن شاهد، إن صحت المشاهد، أوكي، ما تقدرش تتهم أيا كان ولا الشيطان بذاته إلا إذا أثبت ذلك. وعدم إثبات ورفضه لجنة التحقيق، أنا في رأيي هذه إنه إقرار بالذنب، هذا إقرار بالذنب. لا أبرئ الأسد، أنا أوضح ذلك، لا أبرئ، قلت إذا أنت أثبتت إنه الأسد، إنه الأسد هو أذنب في هذا الأمر، يا أخي أنا بعطيك إذن إنك تعلقوا من خصواته. نبينا يعني آسف للمقاطعة، ولكن يعني ما بتشوف معي إنه مسألة، ما هي مسألة لا شخص الأسد ولا شخص ترامب ولا هي شخصيات بعينها، المسألة هي في سياسة أمريكية، في استراتيجيات شركات الأسلحة وشركات البنوك هدول وكل هالرؤوس الأموال، هن اللي تجار الحروب خلينا نسميهم، هن اللي عم بيعملوا كل هالشيء هذا. مسألة الكيماوي إن كانت من طرف الأسد ولا من طرف الإرهابيين أو جيش الكر أو أي شيء من القبيل، هذا هي زريعة وهي فقط سبب حتى تتغير السياسة أو شيء من القبيل، أنا باعتقادي هيك يعني. أنا لذلك حتى لما أناقش حتى في الفيسبوك بهالمسألة هي، مع أنه أبرياء وقعوا ضحايا، يعني يؤسف لهم، يؤسف لهم. أيوة أنا أتفق معك إنه هناك سياسة، ولكن هناك مبدأ قانوني أنا أيدت لترامب، وإذا أنا أكمل تأييد له فأنا مخالف لمبدأ المادة 11 من وثيقة حقوق الإنسان، إنه كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. ما تقدرش تأخذ إجراء قانوني، إجراء ضد شخص إلا إذا أثبت إنه هو مسؤول عما حدث. فلهيك أنا أرفع يدي عن ترامب، وأمل يعني أملي إنهم يطيحوا بي أسرع وقت ممكن، هذا أملي، كيف يصير ما أعرفش، ما دخلني به، أنا يهمني إنه يطير، هو يوقعوا من طيارة، يطلقوا عليه النار، يحاكموه، يساوي الشيء، يعملوا عليه سحر، يطلبوا من إسماعيل ياسين يعمل له حفل إقصار، ما خصني بالأمر، هذا ما دخلني به. أنا ما أنا غير نكتب له حجاب مثلا، نكتب له حجاب أخي. أيوة بس أنا رفعت إيدي عن ترامب، ومن اليوم وطالع أنا أتعامل معه كمجرم، أنا من اليوم وطالع ترامب أتعامل معه كمجرم، رفعت ايدي عنه، وان شاء الله الكرد ياخده، وان شاء الله الكرد ياخده. هذا ليس تأييدا للأسد، لا، لكن هناك انه سياسة كاذبة عودون عليها، وهدموا وخربوا كل العراق على اساس كذب، والكذب مش لازم يمشي علينا، يكون واحد عنده مبادئ،
ليس تبرير للأسد، وضح الأمر، قلت إذا أنت أثبتت إنه الأسد هو استعمل الكريماوي عالقه بخصواته، ما عندي أي احتجاج. ما دام أنت ما أثبتت الواقعة بلجنة محايدة معناته أنت مذنب. العراق إذا تتذكر يعني دخل بدون أي قانون، بدون أي المهمة، لا بس على أساس كذبة، لأنه هو راح أخذ ما كان شوفوا هاي مواد مش جاي من العراق، وأثبت يجوز أنه حاط فيها طحين وضحك عليهم وفرجاهم الصورة تاع بوليفيا، الصورة قالت تتذكروا أنتوا كذبتوا علينا أول مرة، حكى أمام ممثل الولايات المتحدة أمام ممكن مجلس الأمن، قال لهم أنتوا كذبتوا علينا، فمعناته أنتوا تتبعوا سياسة كذب، وأنا مش مستعد أدافع عن شخص يكذب، فداهية تاخده وأمل إنه نهايته تكون قريبة. يعني هذا أملي، وأشجع لكل عنده إيد إنه يطيره يعمل له حجاب، يعمل له كرد، يعمل له اللي يريده. بس أنا ما كلش أنت أيدت ترامب، تبرئ الذمة منه. أوكي، هلا نرجع عزيزي لحلقتنا الأساسية وهي نواقص القرآن. إحنا تكلمنا عن عدة أنواع نواقص القرآن، وما زال يعني إحنا عملنا 21 حلقة عن أخطاء القرآن، والكتاب موضوع مجانا تحت تصرف الجميع، ولسه في ناس بيجوا لي على الفيسبوك بيقولوا لي اطلع لي خطأ واحد. يا أخي أو عندك 21 حلقة، عندك الكتاب مجانا، اقرأ أنت وشوف. لا أنت مدعي، كويس أهو تفضل الكتاب تفضل، يعني ما لا مدعي ولا على بالي، لكن الناس ما تعرفش العقلية تاعتهم، ما تعرفش العقلية تاعتهم. قال أنت عايز تروج للكتاب تاعك، أخي أنا معطيك إياه مجانا، ترويج على شو؟ ترويج على شو؟ أنت مغنيني؟ مو مغنيني، أنا معطيك إياه لوجه الله. إزاي؟ بس ما فيش فايدة، عقلهم مترسم، عقلهم معصم، مش ممكن تحركوا، لا كل ثور يقول احلبوه، ما فيش فايدة. يعني أعطيتهم روابط الحلقات تاعونك، أعطيتهم رابط تحميل الكتاب مجانا، يرجع يقول لي أعطيني خطأ، واحد يقول لي لا، لا يوجد أي خطأ في القرآن، الخطأ في عقلك ولا أي خطأ. عملنا 21 حلقة وكل ما فيش ولا أي خطأ، لكن أخي روح شوف الكتاب، شوف الكتاب وتحقق. يعني أنا ما لا أدعي شيء، لا أدعي شيء، على شو أدعي، على شو أدعي، على كل يعني هاي يبين عقلية الناس اللي كيف المتدينين، يعني أغلقت عقولهم، ما عادش في عقل في عقولهم، صار في تبن، في تبن. على كل واحد من أنواع الأخطاء اللي احنا نتكلم عنها في هذه الحلقة وكلمنا عن عدة حلقات وحنستمر فيها بعض الحلقات، وهو نواقص القرآن. يقول لك لا، ما الكتاب الكتب القواعد العربية كتبت بعد القرآن ولا تستطيع أن تحكم فيها على نص سابق. لا، نواقص القرآن لا علاقة لها بقواعد اللغة العربية، هذا بالمنطق اللغوي. أنت حتى الفلاح بسيط اللي عمره ما راح لمدرسة ولا يعرف يقرأ ويكتب، تعطيه جملة ناقصة يقول لك إيه أنت مختل، إيه ده، فاهم علي؟ فيعني نواقص الجمل هي أخطاء لغوية، يعني اللغة بمعنى الخطاب، أخطاء في الخطاب. يعني أي جزء من نص نقص يؤدي إلى إبهام يعتبر خطأ لغوي، لا حاجة لا سيبوي ولا لكردوي، هنا أمر منطقي، هذا منطق في أي لغة كانت، بالصيني بالألباني بالفرنسي بالإنجليزي بالألماني اللي تريده، إذا عنصر من الجملة فقد
في الخطاب كتابة أو كلاما فيعتبر خطأ لغوي لا علاقة له بقواعد اللغة العربية، لا بالنحو ولا بالصرف، لكن يعتبر خطأ لغوي. مش عايز أكرر هذا ألف مرة، بس يعني اللي ربما ما سمع ناس الحلقات السابقة فيكون يعني الواحد على نور، حراجعها إذا لابد. إحنا توقفنا في الحلقة السابقة عند الصورة 39 الآية 172. فإحنا حنرجع نشارك بالآية علشان نسهل المشاركة، هلا نعمل البارتاج مثل ما بقولون أهو، مع البارتاج أهو نوضح إنه آخر آية إحنا شفناها كانت هنا، كانت 172. أوضح الإشارات علشان واحد يفهم شو اللي موجود أمامه. الحرف الميم مع الرقم ميم يعني هي صورة مكية، 39 هو رقم الصورة بالتسلسل التاريخي، رقم 7 هو التسلسل العادي القرآن الموجود عندكم في البيت، 172 هو رقم الآية. أوكي. هذه الإشارة هنا قوسين أيوة مع ثلاث شحطات، يعني هذه الآية لا علاقة لها بما سبق، يعني مقطوعة من شجرة. أوكي. هذه الإشارة بالأحمر هنا في الطبعة العربية لهذا الكتاب لا توجد الألوان، أنا وضعت للتسهيل التوضيح لكم. هذا تعني أننا أمام نواقص، وهذه الأحرف هذا يعني أنه هنا تعني تفسير رقم 1، يعني عليه في ملاحظة عليه هذا النص وهكذا. وهذه الرقم لوحده هذا يعني كيف قرأت كل كلمة على حدة، يعني بما يسمى يسمى القراءات المختلفة. طيب احنا لن ندخل في كل التفاصيل الحاصلة، هلا احنا وقفنا عند الآية 172 وبينت لكم هنا النص ناقص، وبينت لكم ايه هو تكملته، واعطيتكم عامة رابط للمقال او المصدر تاعي، ممكن تكبسوا عليه او يعني تنقلوا لانه سهل، هو طريقة اختصار الروابط في جوجل، فتقعوا عليه بتقعوا على التفسير. اوكي هلا احنا حنكمل ماذا بعد؟ هلا احنا حنروح على الملون احمر، نرى ان هذه الايات اللاحقة ليس فيها شيء، لكن فجأة حنجد هنا إشارة حمراء. نقرأ الآية 189 نعيد هنا، هذه الإشارة تعني أن لا علاقة لهذه الآية بما سبقها، لكن هذا ليس مهم لنا، ونحن لن نتكلم عن الأخطاء الأخرى الموجودة في القرآن، نتكلم فقط عن نواقص القرآن. أوكي. الآية تقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منكم زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. اعتبرت هذه الجملة ناقصة. أتيتنا صالحا، ماذا تعني أتيتنا صالحا؟ أعطيتنا صالح ولا عبد الله ومحمد؟ لا، فالجلالين كملها ولدا صالحا، لأنه ممكن واحد يشوف صالحا تفكر أنه هذا اسم علم، تفكر لو أتيتنا صالحا، لا، فيعني هي نظرية الحذف والتقدير أدخلوا عنصر ناقص في الآية حتى يزول الإبهام، لأن تقول لئن أتيتنا صالحا يعني لو جبت لنا صالح، لا مو هذا القصد،
القصد ولدا صالحا لكي يزيل الإبهام في الآية أضيف عنصر لها، وهذا العنصر أنا أخذته من تفسير الجلالين والرابط عندكم. الجلالين هو تفسير كتب من اثنين جلال الدين اسمهم، وكل واحد اسمه جلال الدين لهيك سموهم جلالين، اثنين كل واحد بيبدأ اسمه جلال الدين، مذاكر الأسماء تعاونهم، لكن الحاصلة هو كذلك. أوكي، هلا نأخذ الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها تقول فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. هنا من جديد موضوع أتاهم صالحا لإزالة الإبهام، اعتبر أن هناك حذف تقديره من جديد ولدا، حتى لا تفهم أنه صالح وعبد الله ومحمود وحمدان، لا لا ولدا صالحا. أوكي، فهمت يعني ممكن واحد يتخطاه هذا، لكن يبقى إبهام، لأنه اللي حيقرأ النص أول مرة حيقول لك صالحا مين؟ تجارنا ده مين؟ ابن عبد الله مين؟ لا ده يعني صالحا يعني ابنا صالحا. ما دام انه عندك ابهام ولا يزول الابهام الا باضافه عنصر جديد، يعني عندك خطا لغوي وخطا بلاغي، لانه البلاغه تعني ان توصل المعنى دون ابهام. اوكي، هلا نكمل نشوف هنا من جديد. عندنا الآية 201 إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيقول لك تذكروا شو؟ شو اللي تذكروا؟ مش واضح؟ فالجلالين بيقول لك تذكروا عقاب الله وثوابه، وإلا تذكروا حيقول لك تذكر شو؟ فهم علي؟ فيقول لك إنه هنا يعني عقاب الله وثوابه. هذا الجلالة هو اعتبر إنه هناك حذف، وهو اعتبر إنه تقديره بهذا الشكل. أوكي، الآية اللي بعدها 203 طبعت الحال. أنا أضع لكم النص على الشاشة علشان ترجعوا له، يصعب يعني واحد يتابع فقط بالسمع، لأنه شخص كتب لي أو يعني مشاهدة كتبت لي إنه بتسمع لحلقاتي بالسيارة وهي بتسوق، فما عندهاش إمكانية تقعد تراقب النص لأنها بتسوق ولا بتعدين تدهس الناس. وهذه الحلقة هي يعني عبارة عن محاضرة، يعني أنت مش ممكن، أنت كأنك قاعد في الصف، ما بتقدرش الأستاذ يعطيك على اللوحة شيء وأنت تطلع من الشباك على بنجارتك، بنفعش يعني، أنت لازم تركز معي، وهذا الهدف. أوكي، فيعني لا مانع تسمع الحلقة أو الأسئلة من في السيارة، هذا كويس، لكن علشان واحد يتحقق لابد إنه يركز شوي. طيب، الآية 203 بتقول وإذا لم يأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقالوا شو هذا بصائر من ربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا بصائر. فأضيف لها، اعتبر أنه هنا في نقص، الجلالين أضاف لها هذا القرآن بصائر، أيوة، من ربكم وهدى ورحمة لقوم. هنا تصبح
الآية أكثر وضوح. ممكن واحد يقول لك لا واضحة، إذا كانت واضحة ليش الجلالة كملها؟ يعني هو ليش متعب حاله؟ إذا واضحة هو جاي يفسر، إذا هي واضحة شو يوضح شو؟ أوكي. فإذا الجلالين هو اعتبر أنه هناك عنصر ناقص، فهذا يعني أن الآية مبهمة، ولإزالة الإبهام يضيف عنصر. أوكي. وأرجو لا أحد يتهمني، أنا بعطيكم المصادر. أيوة. فلا تتهموني بشيء، أنا مؤلف، يعني يؤلف بين المعلومات، أقدم لكم إياه على صحن. كل واحد ممكن يعمل هذا الشغل، بس لازم يكون عنده وقف الله ومصادر وصبر وخلق حتى يكتب يهمه الأمر. أوكي. هلا نأخذ الآية 18، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيوة. هلا إحنا حنرجع بجزء الآية اللي قبلها نشوف شو فيها. طيب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهم هنا ابن عاشور كملها، وأوحي إلي أن المساجد لله، وإلا مش واضح الأمر ليش بيبدأ وأن المساجد، لأنه هذا جواب لا عنصر سابق غير موجود. فهو كمل ابن عاشور، وأوحي إلي أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فابن عاشور هنا من جديد كملها، ابن عاشور كملها، شو قال؟ ها، فلا تدعوا فيها مع الله أحدا. لأنه أنت ممكن تدعو في الشارع، ممكن تدعو لغير مكان، بس هو بيقول لك هذه المساجد، أنت لما تكون مساجد لا تدعو مع الله أحدا. فين؟ مش بالشارع، في المساجد. أوكي. أيوة. والآية اللي بعدها، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أيوة، كادوا يكونون عليه لبدا. هنا من جديد ابن عاشور أضاف لها، وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله يدعوه فيها، يعني في المساجد اللي تكلمنا عنها، يدعوه فيها، كادوا يكونون عليه لبدا. هنا يعني هي موضوع بلاغة، نبلغ المعنى بلا إبهام، هنا خطأ بلاغي لغوي. أيوة. هنكمل اللي بعدها، هنكمل اللي بعدها. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا ضرا ولا رشدا. طيب، هذا ابن عاشور كملها بطريقته. ازاي؟ كيف؟ هو كملها ولا، لا، ايوه، اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشدا، لانه هناك عنصرين متناقضين، عكس الضرر هو النفع، نفع، وعكس الرشد رشدا رشاد هو الضلال. فهو شو عمل؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، معاكسها، ولا ضلالا ولا رشدا. فهمت علي كيف؟ يعني أنت تقول لكم
ضرا ولا رشدا العناصر غير مكتملة، لأنه رشدا ليس هو عكس ضرا. ابن عاشور هو متخصص في هذا المجال، يعني باللغويات قوي جدا، وهو يعني محص النص كثير. يعني أنت أكيد لو تقرأ هذا النص مليون مرة تمر عليه مرور الكرام، أما هو يقول لك لا لا، لأنه عكس الضر هو النفع وعكس الرشاد هو الضلال. فأضاف لي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشدا. أوكي، ليه؟ لأنه الضر يقابله النفع والرشد يقابله الضلال. فهمت علي؟ أوكي. طيب نكمل الآية 22 شو تقول؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ولن أجد من دونه ملتحدا. إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا. مكي ومفسر شهير، لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا، على أي أساس؟ قال لك أنا عملت له شيء، شو ذنبي؟ يعني إنه هنا يعني إن أذنبت فلن يجيرني الله أحد من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا أذنبت فهو شو الذنب تاعه؟ مكي أضاف لها طيب ولن أجد من دونه ملتحدا إن لم أبلغ رسالات ربي بلاغا. يعني أضاف لها عبارة طويلة حتى يوضح المعنى. الآية مختزلة بصورة كبيرة إنها تخل بالمعنى، بس طبعا الحال هذا يتطلب تفكير، لأنه أنا خايف من الله، خايف على شو؟ أنا عملت له شيء؟ أنا رحت اغتصبت بنته؟ سرقت مواله؟ لا، هنا بيقول لك إنه لأنه أو محمد بيقول إنه أنا مطالب إني أبلغ رسالته وما بلغت رسالته، فطلعت الحال أنا خاف من الله، خاف إنه يقعد يلومني. طيب الصورة الآية اللي بعدها، إلا بلاغا من الله ورسالته. أوكي، إلا بلاغا من الله ورسالته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. الجلالين كملها بداية قال إلا بلاغا، ملهاش معنى لحالها هيك، يعني شو إلا بلاغا؟ فالجزء الأول ضاع حذف، لا معنى إلا بلاغا من الله ورسوله ورسالته. فالجلالين كملها لا أملك إلا بلاغا من الله ورسالته. هنا يوضح المعنى، أما كما هو ناقص. طبعا الحال اللي بيقرأ القرآن بالكيلومتر يقول لك أنت تفلسف على رأسنا، لا بس أنت مو صالحك تفهم القرآن، أنت مصلحتك تاخد 72 حورية هنا، فأنت يعني مستعجل بسباق مع الزمن، خايف إنه الموت يعني ياخذك قبل ما تخلص القرآن، لأنه اللي يختم القرآن الله بيجازي خير طبعا في الحال، ما عرفش ربما شر ما تدري الحاصلة. فالمعنى هنا للي عايز يتدبر القرآن ك
كما يقوم به المفسرون، لازم يتأخر حول نفس الكلمة وما يحسبش حساب الحريات. يعني ممكن قطار الحريات يمر هو مش خالص مخلص من آية، الله بعينه. طيب هلا حنقرأ السورة اللي بعدها، نبدأ بالبداية حتى نفهم. والقرآن الكريم، والقرآن الكريم يعني وأقسموا بالقرآن الحكيم، معذرة، وأقسموا بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. طيب فكملها مكي، هو تنزيل العزيز الرحيم، لأنه هو جواب القسم، هو جزء من جواب القسم. أقسم بالقرآن الحكيم أنه أو هو تنزيل العزيز الحكيم. ابن عاشور كمل بطريقة أخرى، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أعني تنزيل العزيز الرحيم. هذا طريق تكملة ابن عاشور. الجلالين فضل يقول، فيقول هو. أوكي، يعني نشوف إنه أمام الحذف التقدير كل مفسر بيجيبها على خاطره، لأنه مبهم. لما مبهم أنت بدك حاول تدبر تشوف الأمر، تتدبر، دبر حالك يعني فيه، كمل. طيب هلأ ال 38، لازم حتى نفهم هنا النقص لازم نشوف الآية اللي قبلها. طيب هل وآية لهم الليل نسلخ منه، الليل نسلخ منه النهار. هنا لاحظ شيء إنه الليل تكتب في القرآن بلام وحده. دائما القرآن يكتب ليل، الليل نحن نكتبها باثنين لام، لامين. في القرآن الليل كتبها بلام واحدة. أوكي، هذا خطأ إملائي، لكن مش هنا مهمتنا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. شو القصة هاي الحاصلة؟ هو يقول لك أو مظلمون، ما عرفش، لازم واحد يكبر النص مشان مظلمون. الحاصلة والشمس تجري لمستقر لها. إيه والشمس تجري لمستقر لها؟ فهو كملها ابن عاشور، آية لهم والشمس آية لهم تجري لمستقر لها. لأنه في الآية، من وين أخذها؟ من الآية السابقة اللي يقول لك إنه وآية لهم الليل تسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها. والشمس يعني إيه والشمس؟ فهو كملها آية لهم. طيب الليل بعدها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل. السيوطي بيقول لك هنا في نقص، والقمر قدرنا له منازله،
مش قدرناه، قدرنا له منازله. والقمر قدرنا له منازله. هذا إذن كلام، أو مكي كملها بطريقة أخرى، والقمر قدرناه ذا منازل، والقمر قدرناه ذا منازل حتى كالعرجون القديم. يعني عندك إمكانيتين، إما قدرنا له منازل أو قدرناه ذا منازل. هذا كلام مكي، يعني مفسر اسمه مكي، اسمه طويل وعريض، مو حاجة أعطيكم الأسماء الطويلة ما نخلصش. طيب الآية 40، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك، وكل في فلك. طيب كل في فلك يسبحون، يسبحون. هلا قال لك ابن عاشور هنا خطأ، لأنه في يسبحون، إذا أنت وكل في فلك يسبح يصير صحيح. أما إذا أنت خليت يسبحون بالجمع فخطأ. فشو قال؟ وكل الكواكب، وكل الكواكب في فلك يسبحون. فهمت علي؟ حتى في المنتخب تفسير الأزهر استعمل صيغة المفرد، وكل من الشمس والقمر وغيرهما يسبح في فلك لا يخرج عنه، لأنه كل يتطلب المفرد وليس الجمع. إذا أنت اعتبرتها صفة وربطتها فمعناته أنت إذا اعتبرتك اسم كل يسبح أو كل الكواكب في فلك يسبحون. أوكي نكمل يا سيدي، نكمل يا سيدي، ومشكلة صب. يعني أنتوا شايفين إحنا ماخدين الأمور فعلا فعلا، يعني آية بعد أخرى. يعني إحنا عايزين نكسر الوتيرة في قراءة القرآن، إن أنت لما تفتح القرآن الآن ستقرأه بطريقة تماما مختلفة عما كنت تقرأه من قبل، لأنه أنا قاعد بعقد فيك، يعني بأجبرك تفكر، بقول لك عقلك، بقول لك شوف عزيزي هنا في مشكلة. فأنت بطبيعة الحال إذا بتقرأ بتاع السعودية مش هتفهم، لكن إن قرأت طبعة العربية للقرآن ستجد هذه الأقواس وتجد هذه التفاسير. مما يعني أن طبعة العربية للقرآن اللي لا يمولها لا بترول ولا شيء، على فكرة اليوم واحد كتب لي بالكتب تعليق عليه يقول يا أخي اتركوا هذا سامي، هذا بتاع كنيسة، الكنيسة تدفع له فلوس، ها من ثمك لباب السماء أخي، كلهم يدفعوا الفلوس، والله مش هرفضها، كتر خير اللي يدفع الفلوس. يعني أنا مش رافض، بس يعني ما تقولوا أشياء مو صحيحة ولا بتخلوني أعمل بشي. يعني وعدوني بالحلق وأنا خزك الزاني، حلق ما جاني حلق وأنا خربط علي زاني. تقولوا للكنيسة تدفع لي؟ لا، جاتكم خيبة، جاتكم خيبة، لا كنيسة ولا شيء. أصلا الكنيسة
لو تسمع كيف بفكر بتحرمني بتكفرني حاصله يا أخي، ناس بيحكوا كلام ملهوش معنى. سبحانك ربي. مهم. طيب الآية 45، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هنا في شيء غير واضح لي يجب أن أرجع له، سأمر على هذه الآية. أنا كتبت نص مبهم وناقص تكمله، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم أو خلفكم وما لعلكم ترحمون، كتبت أعرض. ولماذا كتبت أعرض؟ يجب أن أرجع إلى النص لأنه الآن مش واضح بعقلي. يعني شفت أنا اشتغلت عليه ورغم ذلك أكمل أشك. هنا المطلب العلمي إنه أنت تقر إنه ممكن تعمل خطأ وإنه أنت مستعد تصلح خطأك. يعني أنا غير معصوم عن الخطأ، هذا العمل هو أول مرة بالتاريخ يتم، فبطبيعة الحال في أشياء قد تكون مبهمة مني فيجب أن أرجع لها. ولهذا السبب أنا سوف أعلم على هذه الآية، أعلم على هذه الآية بلون خاص حتى أرجع لها. أهو مثل ما شايفين علمت عليها، سأرجع لها مشان أتحقق ما كتبت. أوكي، إحنا نكمل مشان الطبعة اللي بعدها إن في أمور صحة أصحها. الآية 52، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا قال هذا وعد الله هذا ما وعد الرحمن. قالوا ايه يعني في شيء ايه هذا ما وعد الرحمن. فهو مكي كملها وقال لهم المؤمنون او الملائكه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اوكي حنكمل. ولو نشاء لطمسنا على عيونهم واستبقوا الصراط فأنا يبصرون. هنا ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط لا بعدها. استبقوا الطريق لا بعدها، استبقوا إلى الصراط يعني تسابقوا للطريق. فاستبقوا يعني أوكي واضح. نكمل يا أخي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إيه يعني ده؟ وما علمناه الشعر يعني إنه حفظنا شعر المتنبي أو شعر معرفش مين أو إلي أبو ماضي، لا، وما علمناه صناعة الشعر. لأنه علم الواحد الشعر لأنه اتهموه إنه شاعر، فإيه هو يعني إنه أنت تعمل شعر. فقال وما علمناه صناعة الشعر. أوكي حنكمل نشوف أنت كيف إحنا بنمر منيح يعني تقدمنا. طيب وقالوا
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. فهو كملها مكي يقول وقالوا الذي أتى به أساطير الأولين اكتتبها، لأن هو أساطير لوحده واقفة. قال أنت اللي جاي بتخبرنا به، هاي أساطير الأولين كتبها الإكلاس، أو أنت كتبتها كتبها. وقالوا الذي أتى به أساطير الأولين. هنكمل. الهدف هنا من مكي، هو مكي اللي بضيف هذا العنصر، إنه يزيل الإبهام بالتمام. هو بيعتبر إنه يعني بهذا الأسلوب إنه كل إبهام خطأ، وبيخضع لقاعدة الحذف والتقدير. راح نكمل. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الجلالين كمل هاي الآية بيقول لك هاي الآية ناقصة. ناقصة شو؟ طيب فضلوا كملها عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا، كملها فلا يستطيعون إيجاد سبيلا إليه، حتى كملها بعد ذلك، يعني حط لها كمان تكملة هنا حط لها كمان. فلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا عن الهدى فلا يستطيعون إيجاد سبيلا إليه. هو كملها كمان هون، يعني هنا أنا لازم أضيف كمان واحد جديد، يعني معناته أنا لازم أضيف شيء جديد هنا. شفت علي؟ لازم أضيف شيء جديد كمان. أوكي، يعني مشان أوضح لكم إنه كيف إنه الواحد العمل لا يتم أبدا، يجب أن تستمر به لتصحح تحقق. ومثل هيك أنا حارجع لهذا الذي عمله، ثم أرجع إلى الطبعة الثانية التي أعد بها وأصحح كل هذه الأمور، يعني أنا أستفيد كمان من حلقتي. طيب في الآية 19 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعناهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. طيب فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذاب كبير. هنا اعتبرت ناقصة. فقد كذبوكم بما تقولون فيقال للعابدين قد كذبوكم فيقال للعابدين أيوة كل العابدين قد كذبوكم بما تقولون فيقالوا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. أوكي. هنا تلاحظ أنا لم أذكر المصدر للتكملة تاعتي، ربما هناك عدة مصادر، لكن من المفضل أني أضيف المصدر الذي استقلت من هذه التتمة. 22 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة لا بشرى، فهو مكي أضاف لها واذكر يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا. أوكي، نكمل. وقال الذين المعذرة
ايوه المعذره، انا لازم ارجع للنصوص تاعي، لازم اهدف كتير برامج علشان يكون كل على نور. ايوه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، جملة واحدة، كذلك لنبين به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هنا اعتبرت هذه الآية ناقصة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو كملها ازاي؟ المنتخب، المنتخب هو تفسير الأزهر. لقد أنزلناه كذلك، لقد أنزلناه كذلك. هم بيقولوا له يا ريت إنك أنت نزلت القرآن كله مع سوا. فبجاوبهم، الله بجاوب يعني بيرد على الحجة، قال لقد نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، ثبت كذلك، ايوه كذلك لنثبت بها فؤادك. كذلك كيف؟ فكمل كذلك مفرقا. طيب لقد بجاوب، لقد انزلناه كذلك، لقد انزلناه كذلك مفرقا، أنزلناه كذلك مفرقا، أيوة لقد أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. أوكي، لأنه كذلك يعني كيف. أوكي نكمل يا سيدي. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، يعني إيه وقوم نوح؟ مش واضحة. الجلالين قال واذكر قوم نوح، لأنه الواو لحالها هيك ملهاش معنى. واذكر قوم نوح، نفس الأمر في الآية 38. واذكر عادا وثمودا، واذكر عادا وثمودا أصحاب الرسل إلى آخره. لكمل. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسولا، هذا الذي بعث الله رسولا. فالمنتخب كملوا هذا الذي بعثه الله رسولا، هذا الذي بعث. لما فسرها المنتخب أضاف بعثه بدل بعثه. أوكي، لأنه هذا الذي بعث ممكن يكون بعث غيره. أوكي هلا حنكمل النواقص. أوكي. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا. يعني الرحمن فسل به خبيرا. فكملها مكي. ثم استوى على العرش هو الرحمن فسل عنه به خبيرا، أو فسل عنه من كان به خبيرا، أو فسل عنه إنسانا به عنه إنسانا خبيرا. شفت يعني هو مكي اقترح عدة حلول، لأنه اعتبر فسل به خبيرا.
فسل عنه به. طيب كمل نكمل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أيوة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كملها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذا تخليها هيك تعتبر أنه حيكون لها تكملة، يعني بداية الجملة، لكن لأنها ملهاش تكملة للجملة فالمنتخب كملها. وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض هونا، هنا بتكون الجملة كاملة. أيوة، مبتدأ وخبر. أوكي. وإلا الآية تكون ناقصة. حنكمل يا سيدي. الآية 67. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أيوة، وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك يعني شو، وكان بين ذلك قواما. مكي كملها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان الإنفاق بين ذلك قواما، قواما يعني وسطا بين طرفين. أوكي. نكمل يا سيدي. هلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فسوف يكون لزاما يعني شو؟ فيكون لزاما شو يعني فيكون لزاما؟ فالجلالين كملها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون العذاب لزاما. عزاما لحالها ما لهاش معنى. ماذا يكون؟ شو اللي يكون؟ فهو كملها. احنا حلا ندخل في تفاصيل هذه الآية لأنه فيها أمور أخرى، نأخذ الأمور سهل فهمها. وإن يكذبوك فقد كذبت رسلا من قبلك. أوكي، واضح. وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. هو كملها ابن عاشور. وإن يكذبوك فلا عجب في تكذيبهم فقد كذبت الرسل من قبلك. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. نحن معتدين على الآية ونشوف أنه ما فيها شيء، لكن ابن عاشور انتبه. وإن يكذبوك شو بصير؟ فلا عجب في تكذيبهم فقد كذبت رسل من قبلك. هنا الآية كاملة العناصر وواضحة، يعني اللي عايز فهم اللغوي للقرآن من المفضل أن يرجع إلى ابن عاشور. فتفسير ابن عاشور يعني هو لغوي قوي كثير، لكن ليس الوحيد، ترجع فقط إليه مش هتكتفي. ولكن لا تنسى إنه ابن عاشور ده 25 مجلد، يعني أنت لا تفكر إنه ارجع لابن عاشور حليت المشكلة، لا. يعني علشان تكتشف هذه الأخلاق لازم تروح لكل آية وتشوف شو يقول. وأوقاتها مثل آية مثل هيك هو بكرس لها 4 صفحات، فأنت لازم تأخذ النقطة اللي أنت تهمك من 4 صفحات،
يعني تصور انه احنا قرانا هنا كم من سوره، ده كتب عليها 200 او 300 صفحه تفسير هذه الايات، 200 300 صفحه ما تقدرش تسويها بساعه. يعني لازم تاخد المنظار وتقعد تنظر وين هذا الموجود الحذف والتقدير، او بتروح للمنتخب وهو التفسير الازهري، او تروح للجلالين، او تروح لمكي، قد تاخذ غيرهم. يعني اخر الامر هم بصفوا نفس الشيء، لانه مفسر عامه بكرروا نفس الكلام. كنت تاخذ شيء اللي يعتبر، اللي واحد ما يقول لك لا انت شو انت ماخذ لمين هذا، لا اعتبار له. اوكي، ابن عاشور هو مفسر معتبر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. يمكرون السيئات، فهو مكي كملها يمكرون المكرات السيئات، أو يمكرون بالسيئات. أنت ممكن تسويها بشيء بأسلوبين، والذين يمكرون المكرات السيئات، أو تقول والذين يمكرون بالسيئات. أوكي، نكمل. أكرر هنا، نحن لا نهتم بالأخطاء الأخرى. هذا النص اللي أمامكم أكيد في أمور غير أخطاء، لكن إحنا ما يهمنا هذا، إحنا يهمنا فقط نواقص القرآن. يعني إحنا نركز على موضوع محدد هو نواقص القرآن، لا نتشتت كل الاتجاهات، لأن قلت لكم في 11 نوع من الأخطاء، لو نرجع لكل خطأ شو نوعه مش هنخلص. طيب، احنا نصل للآية 18. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. فهنا ابن عاشور كملها، وإن تدعو مثقلة أحدا إلى حملها، وإن تدعو مثقلة وإن تدعو مثقلة أحدا إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ولو كان المدعو ذا قربة، فهمت علي؟ ما هو قصد ابن عاشور بوضع هذه العناصر الكلمات الإضافية؟ إنه هدفه هو إزالة الإبهام في الآية حتى يكون المعنى واضح للقارئ. أوكي، طبعا الحال هو ليس معصوم عن الخطأ، لا أنا ولا هو، وربما غيره من المفسرين وجدوا حلول أخرى، بس هم يعني يقولون إنه هنا في حذف ويجب أن تقدروا. ونكرر قولة معروف الرصافي عن محمد، بذكر عنوان كتابه لكن حجدته لكم، يقول أن القرآن يمكن أن تسميه كتاب المعميات. يعني المعميات هي كلمة لطيفة، لازم تقول كتاب الطلاسم، هذا ما يعني به كتاب الطلاسم. هنا 25 رأينا آية مشابهة، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير.
طيب، فهو وإن يكذبوك فلا عجب في تكذيبهم. تعالي أوكي، احنا نكمل طيب احنا نكمل. مثل ما شايفين احنا لا نكتفي بمثل ومثلين، احنا عايزين نخلص كل القرآن. يعني انا عايز ادوخكم بصراحة، مش ناوي على خير لكم، يعني حدوخكم طيب، جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. فهو كملها مكي، هي جنات عدن. الآية 37، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. أيوة، فما للظالمين من نصير. لاحظ أن هذه الآية فيها أربع نواقص، فهم كملوها إزاي؟ هنا أنا كتبت وفقا لعدة تفاسير، ذكرت تفسير واحد يعني عدة تفاسير. وهم يصرخون فيها أوكي، يقولون ربنا اخرجنا نعمل صالحا، إن تخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا إن تخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وبعدين، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فيقال لهم. أنت لازم تنتبه شيء، إنه أنا وضعت النقطة والفاصلة وعلامة الاستفهام مثل هيك، بس في النص القرآني غير موجود، فأنت بتقرأ النص بالكيلومتر. أنا فصلت بين عناصر الآية، حطيت نقطة نقطتين ومثل هيك علشان أنت تعرف تتوقف. إذن الآية كاملة، وهم يصطرخون فيها أيوة، يقولون ربنا أخرجنا إن تخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. ذوقوا شو؟ فهو كملوها فذوقوا العذاب، لأنه الجملة غير كاملة. طيب، قل لي هل هذا تعتبره خطأ لغوي؟ طبعت الحال، لأنه هذا وضع مبهم، هذا النص مبهم، كل إبهام خطأ لغوي. هذا مو محتاج لسيبوي ولا لصرف ولا نحو، هو المنطق اللغوي. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هنا كما ترى هناك جزء نقصان، أم لهم شركاء مع الله، أم لهم شرك مع الله، أم لهم شرك في السماوات، ما لهش معنى.
أم لهم شرك في السماوات، يعني أيه شرك في السماوات، أم لهم شرك مع الله في خلق السماوات. هل الآية كل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك مع الله، يعني هل هم مشتركين مع الله في السماوات؟ لا، ما لهاش معنى في خلق السماوات. أوكي، لأنه هنا كل أوكي، هذا تكملة الجلالين وليس تكملتي. أوكي، نص طيب. هلا الآية 41، احنا هنطول عليكم، خلص هذه الصورة ثم نتوقف نشوف أسئلتكم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هنا تكملتها يمسك السماوات والأرض لئلا تزولا، أن تزولا اعتبرت ناقصة. أو خوفا من أن تزولا في المتريك، لئلا تزولا، نأخذ طريق المختصر الأقل أقصر شيء، استكبارا في الأرض ومكرا أيوة ومكر السيء، أيوة ومكر السيء، أيوة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا ينظرون إلا سنة الأولين. تلاحظ أنه هنا اعتبروا موجود ثلاث نواقص: استكبارا في الأرض ومكر المكر السيء، أيوة ومكر المكر السيء، ولا يحيق ضر أو سوء المكر، ولا يحيق ليس المكر يحيق السوء تاع المكر أو ضر، ولا يحيق ضر المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني إيه إلا سنة الأولين، فلا ينظرون إلا مثل سنة الأولين، إلا مثل سنة الأولين، لأن سنة الأولين هذه مضت ملهاش معنى، أما مثل سنة الأولين هم بينتظروا شيء مثل سنة الأولين، ما بينتظروا سنة الأولين، إيش معنى؟ فهمت القصة؟ وهذا من جديد ابن عاشور. نكمل أو إحنا نكون منخلص بعدين نصل عند مريم. أوكي، 45: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم طيب فإن الله كان بعباده بصيرا. هنا في نقصان: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها شو؟ على ظهر الأرض من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم شو بصير؟ فإذا جاء أجلهم طيب هذا شرط، فين جواب الشرط؟ بلعوا ناقص. فكملها المنتخب: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعندنا آية
مشابهة كملتها بهذه الطريقة. يعني إحنا اعتمدنا على آية أخرى للبحث عن جواب الشرط. فإذا جاء أجلهم شو بصير؟ فهو كملها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني لما بتيجي ساعتهم مش هيتأخروا. أيوة، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون، لا لهم، أيوة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما هلا المنتخب كملها على ظهر الأرض من دابة، ولا هنالك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهر الأرض من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فيجازيهم على أعمالهم. يعني عندنا إمكانيتين، إما نقول فإذا جاء أجلهم وقعت الوقعة، فشو بصير؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أو كما كملها المنتخب فيجازيهم على أعمالهم. إذا أجى أجلهم شو بصير؟ الله بده يجازيهم، أو إذا جاء أجلهم يعني شو؟ مش هتأخروا. فهمت؟ نلاحظ من هذه الآية إنه عندنا يعني حذف تقدير وكل واحد يقدره على خاطره. يعني المشكلة إنه الله علشان يكون واضح محتاج مساعدة خلقه، إذا كان هيك معناته مش الله. إذا أنت محتاج مساعد معناته أنت مش قادر على كل شيء. إذا هو محتاج مفسر علشان يكمل له كلامه اللي بلعه، فمعناته أنت إله معيب. لكن مو مشكلة الله، يعني اللي هذا كلام للي بيعتقد في الله، لكن للي يهتم بفهم النص هو يقول لك مؤلف القرآن هنا أكيد الناسخ نسي جزء، نسي جزء. إحنا هنتوقف هنا، هنرجع في الحلقة القادمة يوم السبت القادم بداية من سورة مريم. هل هناك أخي أسئلة؟ أسئلة؟ هناك بعض الأسئلة نبينا. طيب أنا بدي أروح أحذف شو اسمه، أهو أنت شايفني؟ شايفك نبينا، شايفك ونورك طفى الكهرباء مثل ما بقول. يا سلام يا سلام، على طفط الكهرباء؟ لا 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 تمام، ما بدك بس نورك مطفي الكهرباء بصراحة، نورك يكفي والزيادة. طيب في الأخ أو الأخت لافندر بس بيقول إذا كانت أخطاء القرآن عند المسلمين تعتبر بلاغة والنواقص تعتبر إعجاز، فكيف السبيل إلى إقناعهم أن يقرأوا بموضوعية إذا كانت وسائل الإعلام تسوق ذلك طول اليوم؟ فعلا فعلا، إذا أنت بدأت من شخص من صغرك تقول له، يعني مثل ما أنا قلت لك أنه في ناس أنا بعطيهم بقول لهم هل تعلم أن في القرآن أكثر من 2500 خطأ؟ حمل كتابي مجانا. بجاوب حالا لا يوجد في القرآن أي خطأ، الخطأ في عقلك. يعني من فوق تحت الجواب حالا هيك. أخي هل أنت قرأت القرآن؟ لا. في قرأت كتابي؟ لا. أنا بعتت لواحد سعودي، تعرف سعودي بيسمم حاله سعودي محب للجميع، سعودي محب للجميع، بقول له هل قرأت كتابي؟ قال لا يحق لي أن أقرأ كتب الضلال. قلت له بالحالة هاي أنا كيف أناقشك على أي أساس؟
طيب انت مش عايز تقرأ كتب الضلال لاني انا ضال، طب ليش بتستمع لي؟ هو انا ضال، فبيقول لي علشان اهديك، علشان اهديك، يعني هو مسكرها من جميع الجهات. قلت له خلاص انا كمان عايز اهديك، انا برضو عايز اهديك، بس انا ما عندي هدف. انا اقرر انه انا لما اكتب هذا الكتاب هو تحدي لنفسي اولا، لان كما قلت لك انا اشتريت الكتاب القرآن اول مرة بعمر 16 سنة، ما فهمت منه ولا شيء، فاصبح تحدي عندي اني ازاي ما فهموش لازم افهمه. فعملت عليه شغل كثير، ترجمته الى 3 لغات وطبعته بالعربية، وهي عمل كتاب عن اخطاء القرآن، يعني أكثر من هيك مستحيل. فهو بيقول لي شو بيكتب لي هذا السعودي، لو تقرأ لو تحفظ القرآن لهداك الله. هو تفادى كلمة لو تفهم القرآن، هو قال لو تحفظ القرآن، كلمته جدا دقيقة. فهو بيقول لك لو تحفظ القرآن، لأنه هو بيعتمد على علم الببغاوات، فهو إذا أنت بتصير ببغاء حتقتنع، لأنه ما عندك عقل، ما تقدرش تفكر، حتقتنع بشو إذا ما عندك عقل؟ الله بهديك عليك، لأنه تعرف إنه القرآن سمعنا وأطعنا، ما فيش فيها مرحلة ثانية، يعني سمعنا فناقشنا فأطعنا، لا، سمعنا فأطعنا، مرور من السماع إلى الطاعة. ما تقدرش تسأله، لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون، أنت مش فاهم شيء. وفي ناس يقولوا لي النقص نقص في فهمك وليس في القرآن. فكيف سؤال، نرجع للسؤال اللي طرحوه، كيف نعمل؟ شوف، يعني أول مرة واحد بسمع شيء هيك، أينشتاين بيقول لما تخترع نظرية جديدة أول مرة بيقول لك شو الهبل، ثاني مرة بيقول لك والله بجوز، ثالث مرة شو بيقول لك؟ إيه ما كل الناس بيقولوا هيك. كل الناس بصيروا هيك. فيعني لا تتعجب إنه أول مرة مثل ما بقول لقد كذبوا من قبلك، فلا تستعجب فلا تستغرب من تكذيبهم. فيعني هو يعني هم يا أخي شيء بسيط، أنت تعرف الجوز، أكيد الجوز، هل أنت تستطيع تأكل الجوز هيك؟ حطها في ذمك وراح بالعها، ايوه لازم تدكها، لازم تدكها وتطلع اللي في داخلها. طيب ازاي تدك الجوز يا اخي؟ يعني ازاي تصل لداخل الجوز؟ هي ما هو الراس هو جمجمه، المشكله انه سكروا عليه من جميع الجهات، عملوا لف، لازم تحل اللفه، يعني مثل المومياء، مومياء المصريين تعرفهم وبحنطوهم وبعدين بربطوهم علشان تعرف اللي تحت الرباط هل هو رجل أو امرأة، لازم تحل اللفة اللي حواليه. فأنت ضرورة تحل اللفة، بس المشكلة إنه في ناس حيمنعك تحل اللفة، وفي ناس عايز يبلعك الجوزي بلا كسرها. طبطك العافية. المشكلة إنه بلعوها كتير نبينا، هاي المشكلة، بلعوها الجوزة يعني غصب عنه. تمام، ولا هيك هم معصمين، تعرف المعصم يعني ما بروح على بيت المي لأنه أكل جوزي، شو يطلع الجوزي من بطنه من مؤخرته، مستحيل المستحيلات. فأنت لما تتكلم مع واحد متدين تلاقيه متعصب. هلا انت لما بتكون يعني ما اعرفش انت مرت في 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 تعب معدي وصابك العصام، اكيد كل منا بيحدث له مره في الحياه،
فالواحد بطقش حياته، بصير متعصب ان يروح على بيت المي بعيد عنك يتألم ألم الله علشان يطلع اللي موجود في بطنه. بعدين بيجي واحد بيقول لك لا هذا لازم ندخل لك مي في مؤخرتك ونعطيك دواء، يعني بدها مشكلة. يعني انت هي نفس السؤال، ازاي تطلع حبة جوز اللي انت بلعتها غصب عنك من مؤخرتك، هو ثقب صغير لازم توسع له ثقبه أو تفتح له بطنه وتطلع الجوزي. هي أكيد إذا أنت بتبلع حجر، والله لو حط ميت الله في مؤخرتك مش حيذوب ميت الله فيها، إلا أما إذا كان يعني مواد يعني خفيفة ممكن تطلعها. بس المشكلة إنه بلعوك القرآن بمغلفه كله، تقول عندنا أكل الدجاج بريشة، يعني إذا أنت أكلت الدجاج لحم الدجاج آخر الأمر تهضم. طيب أنت رحت أكلت الدجاج بريشة وبعظمة وبعدين بتقول والله بلصم معصم، أنت شو بتقوله بالحلبية لما باللغة اللهجة الحلبية اللي مبر على بعصم بعصم أيوه. فالمتدينين هم معصمين معصبين. أنا أرى يعني أنت تشوفهم حتى متزمتين جدا، والواحد بشد على حاله هيك بشد على حاله ولا بضحك ولا شيء، فهم علي؟ كان يسميهم المرحوم فرج فودة فقهاء النقد، هم لا بيضحكوا ولا بحب واحد يضحك عليه يضحك معهم. أنا مرة يعني أتذكر كنت في القاهرة في مكتبة كبيرة، مكتبة وهبة، جاء شيخ لحيته طويلة هيك وقور فاهم علي. فأنا أحب أمزح تعبان، بدي أمزح بقول له يا سلام على اللحية الجميلة، شو رأيك نبدل نبدل لحيتي بلحيتك؟ بعرف شو بجاوبني ابن الحلال، كيف تسخر من خلقة الله؟ هاي مسبي، هاي مسبي، هاي إهانة لله. لك أخي شو جاب الإهانة لله؟ أنا بدي أضحك. بس هو المسكين معصم، فيم علي؟ هو أكل جوزي مش عارف كيف يخرجها من بطنه، فهو عايش. يعني أنا أقول مشكلة المتدينين يعني في حلين، إنه تعطيهم دواء يهره مشان يصير حر يعني لإزالة الإمساك، فاهم علي؟ تعرف في دواء خاص تاخده، مثل عندنا كانوا يسقوهم زيت خروع، فلأنه الزيت بمشي المواد. بس بيني وبينك لو تسقي كل زيت الخروع تاع الله، إذا بلع حجر مش عارف يطلع، مش هيطلع. هذا مستعين. يعني الزيت الخروع الحقيقي، الكتاب اللي أنت عملته والمجهود اللي أنت عم تبذله نبينا، أكيد هذا زيت خروع على العقول اليابسانة. يعني هن بالبداية بيكونوا معصبين، والزيت الخروع لازم ياخذ مفعوله، يعني بده وقت، يعني ما بيجي. بس تصور أنت ملصم، أنت عندك إمساك وعايز تخرج، واحد فوق راسك يقول لك اخرج من بيت الخارج يا ابن الكلب، ممنوع تخرجه. فهنا المشكلة، لأنه هنا في قوة قاهرة خارجية. أنا تعرف كتبت لي صديقة، يعني ما عرفهاش، كتبت لي سؤال شيء غريب جدا، استغربت. سؤالها كان يعني في نوع من التفهكم، فأنا كنت أضحك. فبتقول لي ما هي مؤهلاتك حتى تكتب في هذا الموضوع؟ هذا السؤال. فأنا شو أجبتها؟ صدقيني أنا ببيع الفجل بالسوق، وكتابي مجانا، اللي حاب يقرأ يقرأ، اللي ما حاب يقرأ عمله لا يقرأ. فأنا جاوبتها بهذه الطريقة، يعني قلت إذا هي تهكم أجاوب بتهكم. فهي شو بتجاوبني؟ حلو،
كلها حلو يظهر انها فهمت عقلها داير بتقول لي حلو بتقول لي بس بعدين سألت قالت انا كنت أمي أقدس القرآن وأفكر إن القرآن كتاب الله، ولكن بدأت أشك. قلت صرت أقول في عقلي مستحيل يكون هذا كلام الله. فبدأت أسأل نفسي بعض الأسئلة. المشكلة إنه أنا ما بستطيع أسأل هذه الأسئلة للأستاذ. فتصور هي بتسأل واحد كافر مثلي في سويسرا، لأن هي يعني مأمنة إلي، لأن أنا كافر. شو بدي راح يعني مو كافر بالمعنى الكافر اللي إيه، أنا مؤمن منيح، بس يعني بالنسبة لهم أنا كافر. فهي ما تخاف إني أروح أشتكي عليها أو أسقطها في الامتحان أو مثل هيك أو يعني، وأنا لا أعرفها لا أعرفها وين هي ولا شو شكلها ولا شو، ما أعرف شيء عنها. فقلت لها يعني أنا اللي بكتبه هي مو أجوبة خالصة، يعني أنا غير يعني. قلت لها أستاذي كان يقول لي دائما إنه أستاذي في العلوم السياسية كان كل يوم الصبح يجي بصور مقالات، يصور مقالات. قلت في العلوم السياسية، هو المعهد اللي درست فيه هو اللي بعلمه فيه كل الدبلوماسيين السويسريين، السفراء والقناصلة وهدول كلهم بعلموهم في معهد متخصص في جنيف، وأنا درست معهم. مش أكون كونسول بس يعني هذا الفرع، هذا المعهد هو يعني أنا درست معهم، في ناس عرفهم سفراء من هذول لأنه كان رفاقي في الدراسة. فكان هذا الأستاذ كل يوم الصبح يجيب قصصات ورق مقالات ووزعها على في على الطاولات. احنا كنا حول طاولات هيك، يوزعها بيننا وبعدين بيقول يلا العبوا يلا العبوا. بتعرف مثل واحد بيلعب الشده، بتعرف يقول العبوا بالشده، اهو انا اعطيتكم، شو رايكم بالمكتوب؟ فإحنا نقول له يا أستاذ أنت وأنت شو رأيك؟ قال هذا ليس دوري، أنا دوري ليس لإعطاء الأجوبة، أنا دوري أساعدكم تسألوا الأسئلة. قالت لي عادة هاي البنت، قالت لي القصة هاي، قالت لي فعلا أنه إحنا بعلمونا الأمور حطوها برأس لمحكان. اشرب اشرب. في واحد كان يقول لك انه يعني لا تعلم ابنك الاشياء، علمه ان تسال الاسئله. هذا مهم، لانه انت لما بتفرض عليه جواب كل شو انت بعتبرني غبي؟ لا، وانتم شفتوا بذاتكم انا اشياء لما افهمها ما عندي مشكله اسال نفسي. يعني انا في يوم واحد كتب لي قال لي أنت بتقول إنه الكتب المقدسة ليست مقدسة، وأنت بتخلي هذا اللي هو عنك بيقول إنه هذا بسميك نبي، ابدأ برفع القداسة عن نفسك. هذا الأقرع أكيد دائماً أسمع. الحاصلة بكلي أنت رفع القداسة عن الكتب، وأنت بخلي واحد بسميك يا نبي، نبينا الحبيب، فليش انت حاط القداسة على نفسك؟ فأنا جاوبته عزيزي أخبرك إني أنا فتحت باب النبوة على شرط إنه اللي ترشح للنبوة لا يعتبر نفسه معصوم عن الخطأ. الترشيح مفتوح. نبينا بمناسبة هالكلام هذا جاني تعليق كتير سخن مثل ما بقوله من شي نص ساعة. أنا حابب أقرأ وتكمل في نفس الموضوع بصراحة، يعني
اجت والله جابها مثل ما بقولوا. في صديقنا على الفيسبوك طبعا بعت لي التعليق هذا على الحلقة هاي، بس مستني يفتح معي الفيسبوك حتى انا عندي الفيسبوك. عندي الفيسبوك وصل عندي وصل. الاخ اظن تيم سعيد عم بيقول، تايم سعيد هو تيم تايم، عم بيقول بدنا نغير هالنبي، خلصت ولايته بقى. فشو رايك نبينا، هل خلصت ولايتك؟ ايوه عفارب عليك أفارم عليك. أنا سألني نفس السؤال جان سال، لأنه احنا عملنا حلقة عن حملة ترشيح لنبي جديد. عندي فتحت تعرف حملة إمضاءات لترشيح نبي جديد، فكتبت يعني كتبت مقال عن هذا الموضوع. وقعت على فكرة، على فكرة أنا وقعت. أيوة أفارم عليك، أنا شفت توقيعك بالتمام. فأنا كتبت إنه هذا اللي عايز رشح نبي، إنه لما يصل بسن التقاعد يخلي محله لغيره، مثل ما بتمام بكل الشركات مثلك، وإذا فشل الشركة تطرده، مو مشكلة ونجيب واحد جديد. ومحمد يعني شو هلا صارت عظام ومكاحل، شو ضلك تتبع؟ انت تعرف اخي هناك نقاش في الشريعة الإسلامية تقول لا يحق لك ان تتبع فتوى مفتي ميت. تعرف ليه؟ لانه المفتي ممكن انه يغير رايه، اذا ميت ما يقدر يغير رايه. ففي بعض الفقهاء بيقول لا يحق لك أن تتبع فتوى مفتي ميت، يجب أن تسأل فتوى من شخص حي، علشان هو إن غلط. يعني أنا مثلا أنت جيت طلبت مني فتوى، وبعد 10 دقائق وجدت نفسي إني أخطأت، فأنا ممكن أرجع أقول لك تعال يا جان بعذرة، أنا قلت لك هيك وهيك، وأنا بالليل والله فكرت إنه أنا غلطان، فغير أنا أغير فتواي ما في مشكلة. مش إحنا بدأنا بالحلقة هنا قلت لك أنا دعمت شو اسمه ترامب بانتخابه، والآن تراجعت مش هيك؟ أما لو أنا كنت ميت كيف حتراجع؟ ما بعرف أتراجع. فاللي سمعوا التأييد إله بكل هذا سامي مأيد ترامب بالحق وبالباطل، لكن انت شفت اني انا مو انا مأيده بالحق لكن مخالفه في الباطل، فهم علي؟ فيعني انا اقول، فقال لي سال يعني انت حترشح نفسك للنبوة؟ قلت له لا، ما هو انا وصلت سن التقاعد. بس على فكرة في نظام في الجامعات يسمى الأستاذ الفخري. تعرف شو هو الأستاذ الفخري؟ يعني أنت لما بتصل درجة تصل التقاعد لا يحق لك أن تعلم، ولكن تحتفظ بلقب الأستاذ أستاذية، ويعني يكرموك. فيسموه بروفيسور أونورير. فممكن تسميني نبي فخري يعني، أو رئيس فخري. تعرف الرئيس، تعرف إنه أنت مفكر إنه توصي بعد يعني تركت النبوة الحقيقية وصرت نبي فخري، هل تعطي النبوة الحقيقية لأحد من ورائك ولا؟ لا 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 لا، هذا ليس 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 ملك عضود عزيزي، النبوة ليس ملك عضود. تقرأ مقالي المضحك حول الترشيح، تعرف إنه شافوه الحملة تاعي، شافوه أكثر من 3000 شخص. إيه فتحوا لي أكثر من 3000، ربما أكثر من هيك، فاهم علي؟ وكل مرة عندي إمكانية أكتب مقال كل ادعموا حملة ترشيح النبي الجديد.
فالناس اللي بيقرأوا المقال أكيد يقولوا هذا مخبل، هذا الولد حيجنن، حيطلعنا عن ديننا، شو كمان نبي جديد، شو هاي قصته نبي جديد، هذا مجنون الولد هذا ولا شو الأنبياء يعني وناقصين أنبياء، فاهم علي؟ فأنا كتبت اليوم مقال القرآن بين أهل السنة والشيعة، لأن أنا جادلت في أخطاء القرآن مثل هيك. جاء شو أجاني؟ واحد سني واحد شيعي صاروا يتكاتلوا مع سوا في التعليقات. الشيعي كل هذا القرآن هذا محرف، هذا فقط عند علي وحيجي فيه المهدي. هذاك كله لا يا عزيزي، كيف يجي في المهدي؟ فبدأوا يتقاتلوا مع سوا السني بالشيعي. فشو أنا ارتحت، أنا ارتحت صدقني نبينا. أي موضوع، أي موضوع حتى خارج موضوع سياسي موضوع اقتصادي بتلاقي بس دخلوا السنة وشيعة بتحاربوا في موضوع اقتصادي. يعني تعرف قصته جبران خليل جبران، قصته جبران خليل جبران فيه له قصة حلوة. هذا كان في نعجة مع الخروف تاعها الصغير الحمل، كان مسكين يرعو في الحقل. جاء أسد، جاء نسر من السماء، فالنسر صار يطوف 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 عايز يخطف الحمل. فمسكين النعجة بتدافع عن ابنها، صاروا يفروا يختبوا مثل هيك، والنسر يروح بده ياخذ الحمل منها ويهرب بيه. المسكينة يعني هي كان كثير على ابنها والحمل خايف على حاله. فجأة ظهر بالسماء نسر تاني، فالنسر التاني كمان بده ياخذ الحمل، يعني صاروا اثنين بدهم يتقاتلوا على الحمل. بس ما يقدروا كل واحد يحملوا يعني اثنين يحملوا، ما بينفع، لازم واحد يتغلب على الثاني وإلا ما ينفع. فصار النسر اثنين صورة يتكاتلوا. فالنعجي بتقول لابنها يا ابني اركع لنصلي لأجل السلامة في السماء. أنا بعد ما كتبت هذا المقال وشفت الشيعة والسنة صاروا يتكاتلوا مع سواء، أنا خلوني، أنا ارتحت منهم. فهلأ كتبت لهم مقال عنوانه القرآن بين السنة والشيعة علشان يكملوا يتقاتلوا مع سوا. لأنه قلت يعني أهو، بس الهدف منه إني بدي أشوف كيف بتقاتلوا، هذا الهدف تاعي. يعني أنا بدي أتعلم كيف بسبوا بعضهم، يكونوا على أرض الواقع بصراحة، يكونوا أمام بعض. شفناهم مثلنا عم بفعلوا بسوريا العراق اليمن، شايفين شو عم بفعلوا. أنا وقعتهم مع سوا، وقعتهم مع سوا، بس مو بهدف الشر، مو بهدف الشر يعني، لكن بهدف أشوف، بدي أشوف كيف بفكروا هدول الناس. لأنه أهو أنا في مشهد مسرحية أخي، مسرحية يعني مهزلة ما بعدها مهزلة. تشوفوا يتكاتلوا مع سوا ويسبوا بعضهم. هم كانوا يتكلموا بأدب، أقولها بحقيقة في صفحتي، يتكلموا بأدب ولا أنا ببحث على التعليقات بتاعهم. فهم بيتكلموا بأدب ويظهر عليهم فهمانين، بس يعني كلهم كلهم مثل ما تقول مثل قصة بيضة الفيل اللي حكيت لك عنها. لنفرض إنه الفيل باض، هل يحق أن نأكل بيضة الفيل؟ فالجواب إذا كان الفيل متوحشا فلا يحق أن نأكل بيض الفيل، لأنه يورثنا التوحش. فهم العقل؟ طيب. ثانيا إذا كانت البيضة بيضاء مثل بيضة الدجاجة يحق لنا أن نأكلها كما يحق لنا أن نأكل بيضة الدجاجة، لكن إن كانت بيضة سوداء فلا يحق لنا لأنها لا تنسجم مع بيضة البيضة. إلى آخره، يعني هي نكتة. وأصلاً الفيل ما ببيض، أصلاً الفيل ما ببيض، بس هم كل النقاش هذا. زكي نجيب محمود مرة حقرأ لك عند الكتاب هنا بيضة الفيل،
يموت ضحك يموت ضحك. فهدول السني والشيعي بتقاتلوا هل يحق أن نأكل بيضة الفيل أم لا؟ لك أولا اثبت لي إنه الفيل مبيض بعدين نتكلم في الموضوع الآخر. هو بيبدأ إنه لنفرض أن الفيل يبيض، هل يحق لنا أن نأكل بيضة الفيل؟ يتكلموا على لنفرض إنه العنز بتطير، هل للعنز أجنحة؟ هل إلها مطار تهدي فيه؟ هل ممكن الواحد يقوس عليها؟ هل عندها حماية صاروخية جو أرض أم أرض جو أم شو؟ يعني كلام لا إله أول ولا آخر، لأنه مبني كل على خرافات عجائز، كله مبني على خرافات عجائز. بس يعني مو مشكلة، بس أنا متسلي معاهم لأنهم هيك ريحوني وأنا بتفرج مجاناً، أنا بتفرج مجاناً. يعني مثل واحد بروح على مسرحية بدفعش فلوس. بتفرج على هذول وهذول، ما بقول أغبياء، هو ممكن تسميه غباء، بس يعني هي اعتبرها بمعنى المسرحية. هم ضحايا، هم ضحايا. بس لنفرض إنك بتروح عند شارلي شابلن اللي الهزلية، أفلامه الهزلية، هو مو غبي، هو بيمثل غبي. ها ها، فخذها بهذا المعنى، ان كل هذه تمثيل كوميديا، هاي كوميديا هزليه، فاهم علي؟ بس هم المشكله انهم ماخذينها جد، هم يعني مستعد الواحد منهم يقتل اخوه على هاي القصه الغريبه. بينما بالتمثيلين مو لازم يقتلوا بعضهم، لازم يعني يضحكوا الشعب فقط، يعني خلوهم هم يضحكوا بس ما تقتلوا عزيزة بعضكم. تسلوا وسلوا الغير. حاصلة. يلا، هل هناك فيعني فإني جاوب على الأخت أو الأخ اللي سأل كيف نوصل هيك، نفتح مخهم الواحد شوي شوي. أهم شيء إذا نعرف نضحكهم، لأن الضحك هذا أهم عنصر لتفتيح المخ. النكتة، ما معنى النكتة؟ لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟ لأنه فجأة عقلك يشتغل، فهم علي؟ تكتشف شيء لم تكن تكتشفه فتضحك. فالضحك هو مثل الكهرباء، تكبس على الزر يا سلام أجمل الدنيا، يا سلام خلينا نضحك. بس في ناس لا بضحك ولا بيخلوا حد يضحك. في ناس في عنا مثل بيقول ما بيضحك وشاً للرغيف السخن، يعني بالتمام. أو هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب نبينا، بصراحة هو ما في أسئلة ضمن الموضوع والوقت طبعا على أصدقائنا، فأنا يعني أشكرك جزيل الشكر على الحلقة الرائعة والوقت الطيب اللي عطتنا إياه، قربنا على الساعتين تقريبا. نبينا، إذا في عندك كلمة أخيرة تحب تقولها بالحلقة. لا شيء، غدا عندنا حلقة عن مصادر القرآن مع أخونا سال، وسيتبعها حلقة صغيرة عن موقفي من ترامب كما بدأنا، لكن هنعمل حلقة صغيرة بالفرنسي وبالعربي للتبرؤ من ترامب. فبكرة هيكون عندنا حلقة عن مصادر القرآن، ثم بعدها حلقة قصيرة 10 أو 15 دقيقة بالعربي والإنجليزي، مشان نفهم الأمريكان إنه ما تلومونا، إحنا غلطنا، الغلط الإنسان غلط، بس المهم واحد يرجع عن خطأ. كل إنسان خطأ، فإحنا خطأنا إنه إحنا أيدنا ترامب، وهلا إحنا بندعو من الله إنه يقيم الهم عنا، إنه يقيم الهم عنا بطريقة أو بأخرى. هنا ما بنتدخل بشؤونه، هو يدبر حاله إذا في الله، وإذا ما في الله إحنا بنعتمد على الأمريكان إنهم يطيروه بأسرع وقت ممكن. وأنا خذها مني أخي جان اسمعها مني، مش أنا نبي يحق لي أتنبه، هو حيطير قبل الأسد.
هو المشكلة، المشكلة الأسد مثبت يعني، محطوط بمسامير مسمر الزلمة. ما خصني أنا أقول إنه هذا هو مسكين ترامب وكعب بالفخ تاع أسد، فاهم علي؟ أظن إنه هو وكعب فخ تاع أسد، هو حيفقد مقعده قبل، لا ليس تبريع لما يقوم به الأسد، لا، لأنه الأسد غبي. شو بنالي معاهد لتحفيظ القرآن وخرج لي كل الإرهابيين، بقعد بعدين يقعد يصرخ يما ارحميني؟ لا، هو جاب الدبلة لحق له. هذا غبي، هذا غبي. لو هو ذكي من ثاني يوم يسكر كل المعاهد ودي كل هذول الجنود يبعثهم على المشايخ، هذول يبعثهم على ساحة المعركة مشان يموتوا. تعرف شو كان في سؤال في الثورة الفرنسية؟ هل يجب أن نقتل رجال الدين؟ لأنه رجال الدين كانوا مغلبين بفرنسا، فواحد اقترح لا، مش لازم نقتلهم، هدول لازم نستعملهم في المعركة في الخطوط الأولية. أنا لا أحبذ أن أستعملهم في معركة في الخطوط الأولية ولا في لأنه ممكن يخونوك، انه اعمل احطهم في اعمال ليست شاقه، اعمال اجباريه يعني، يشتغلوا ويعملوا بعدين لما يخلصوا من الشغل يروحوا على مصحه عقليه، هذا ما كانون يعني. انا بخليهم ينظفوا الشوارع، انا كل هدول الشيوخ اخليهم ينظفوا الشوارع. بالضبط ايه، بنظفوا البلد، ليش؟ ما مش وسخوا المجتمع خلاص، رمزيا ينظفوا الشوارع، رمزيا ينظفوا الشوارع، او نعطيهم يعني شغل، يعني ما خليهم مجانا، لا يعني نشغلهم على الموني، نشغلهم بالموني ونستفيد منهم. ونفس الشيء بتعرف في اوروبا في بعض العقوبات هي الخدمه الاجتماعيه، يبقى واحد شخصيه كبيره ويحكموا عليه انه يروح يخدم ببيت عجزي مجانا شهرين ثلاثه، هو يكون شخصية كبيرة، بس مشان يقولوا له أنت ضريت في المجتمع أعطي شيء بدل على تضليل تاعك. فأنا أقول هدول كل الشيوخ، هدول كلهم كل واحد تشتري له مكنسة وخليهم ينظفوا الشوارع، واللي ما ينظف كويس يخبطوا على راسه، اللي ما بنظف كويس يخبطوا على راسه، بس مدام بنظف إيه، منصيبة، فهم علي؟ هيك على الأقل إيه، مثل ماوسي تونغ راح كل بعث كل المثقفين للحقول، فهم علي؟ فشو كان عنده المبدأ تاعه، قال لتتفتح ألف زهراء، لتتفتح ألف وردة، ما أعرفش إيه، لما تفتحت قال لنحصد ألف وردة. راح حصدهم بعد، شاف مين الورد راح قطع لهم راسهم، بس احنا مش هنعمل هيك، وعد حر، احنا فقط خليهم ينظفوا الشوارع. تفضل اخي، اهو اشكرك اخي على الحلقه، واشكر جميع المشاهدين، واتمنى للجميع ليله سعيده، والى اللقاء الغد مع حلقه اخونا سالم. أشكرك نبينا، أشكرك جزيل الشكر، وأشكركم أصدقائي على المتابعة. أصدقائي طبعاً ما بدكم توصاي تدعمونا في القناة، قناتنا جديدة، وتعرفوا الأصدقاء الحبايب المسلمين يعني من عايفين الشاردة ولا واردة، وفي كل لحظة هجوم علينا، فنريد دعمكم أصدقائنا حتى نبقى ثابتين إلى الأبد، إلى الأبد. أشكرك نبينا جزيل الشكر، أشكركم أصدقائي. بعد ساعة تمام في عنا لقاء مع أخونا فؤاد الصباغ في حول الوحي والنبوة، كونوا معنا أصدقائي، ونشوفكم بعد ساعة. إلى اللقاء، إلى اللقاء. شكرا، مع السلامة، مع السلامة أخي الفاضل.